بيلعب النظام الضريبي بلبنان دور كبير بالحياة الاقتصادية والمالية، كمان بتشكل الإيرادات الضريبية المورد الأساسي للدولة بالموازنة العامة. أهمية جبهة الضرائب وخاصة ببلد مثل لبنان هي تأثيرها على الدين العام وتراكم الديون على الدولة اللبنانية، وبالتالي بتشكل هذه الضرائب أهم مورد لا تقدر الدولة تستمر بما فيها تسديد الرواتب القطاع العام وتحسين موازنة الدولة بهدف جمع الإيرادات لتكون هالإيرادات تتناسب مع النفقات يلي بتسددها الدولة. بيعتمد لبنان نظام الضريبة النوعية بحيث بيفرق بين المداخيل الناتجة عن العمل والمداخيل الناتجة عن المهن أو الدخل الناتج عن المداخيل التجارية. في فرق كبير بين الشخص يلي بيعمل بشكل موظف وبيسدد ضريبة والشخص يلي بيشتغل بمهنة معينة على حسابه الخاص أو بين الشركات التجارية. وحددت هاي الضريبة النوعية أكثر من معدل ضريبة لا تناسب كل دخل. ضريبة مثلاً المهن التجارية يلي هي ضريبة منسميها الباب الأول، الباب الثاني بيخضع لضريبة الرواتب والأجور، بيخضع الأجور فيها لضريبة تصاعدية على شطور معينة، منا ضريبة موحدة، كل واحد بحسب أجره بحسب المجهود يلي بيعمله، الراتب والمنافع يلي بيقبضها بيدفع ضريبة معينة. كل ما يزيد المعاش بيزيد الضريبة وكل ما ينقص بتخف الضريبة. هون بدنا ناخد كمان بالعين الاعتبار التنزيل العائلي يلي بيخضع له كل شخص يلي هو شقفة من راتبه بتكون معفية أصلا من الضريبة بحكم التنزيل العائلي. بيبقى عنا الباب الثالث، الباب الثالث بيستهدف رؤوس الأموال المنقولة يلي بتحكي عن ضرائب على الفوائد، مثل ما كلنا منسدد ضرائب على الفوائد، تحكي عن توزيعات الأرباح يلي تنتج بالشركات، تخضع أول شيء لضريبة الباب الأول وبترجع بتخضع لشيء منسميه ضريبة الباب الثالث رؤوس الأموال المنقولة.